سالو مي زيليف، دونك نرجعو نكملو دابا القرايه ديالنا والدروس. راه كيف ما كتشوفو مبقاش بزاف، واخا كتقولوا راه العطله خصنا نرتاحو، راه كترتاح، ولكن هاد الفيديو اللي كتشوفو، هاد لي فيديو اللي كندير وكتشوفهم، يعني بحال اللي كتشوف اي حاجه، يعني ماشي كتار، ماشي كتحفظ من حتى شي حاجه. دونك غادي نكملو كيف ما قلت لكم، حنا بدينا دابا وشو خصكم تمشيو معايا. المهم بالنسبه اللي متبعين، كاين اللي تعتبر القرايه غادي يشوفوا، ولكن اللي دابا متبعين معايا في الصيف راه شفتوا اوشون. قريت لا سيتياسيون انيسيال، قريتها قلت لكم انا قريتها وغنشرحها، وعندي فيديو اخر فيه التحليل ديال هذيك لا سيتياسيون انيسيال، يعني التحليل ديالها البيرسوناج وعلاش هكا وشنو هو الزمان وشنو هو المكان اللي كاين هنايا وشنو هما، يعني اي حاجه. دونك في هذا الفيديو هذا تحليل ديال لا سيتياسيون انيسيال، وهذاك التحليل يعني عباره، يكون عباره عن شنو، يكون عباره عن اسئله واجوبه. يعني انا غادي نعطي السؤال على داك الفقره اللي قريت الاولى لا سيتياسيون انيسيال بدايه، وغنعطي الجواب ديالو. من خلال هذه الاسئله والاجوبه كتزيد تتعمق مزيان في لا سيتياسيون انيسيال، وكتزيد كتفهمها. ومن خلال نيت هذه الاسئله واجوبه منهم شي حاجه كتحط لك في الامتحان. نهار الاستاذ غادي يعطيك امتحان يعني في لا سيتياسيون انيسيال، انا حطيت جميع الاسئله اللي كاينين وما غاديش تلقاو بحالهم في اليوتيوب. انا كنقولها وكنعاودها، حيت يعني ما خديتش داك الاسئله ديال اللي هما كاينين في اليوتيوب، اللي هما ديجا كاينين، انا شفت اللي كاين وعطيت حاجات اخرين، يعني باش نتوما تزيدوا، يعني تشوفوا من لي فيديو ديال الاساتذه اللي كيحطوا في اليوتيوب كاينين شي حاجات، ولكن ما بغيتش نعاود نفس الحاجات اللي هما دايرين، يعني باش تكون عندكم بزاف ديال المعلومات، ماشي نفس يعني تبحث هنا وتبحث هنا. دونك انتم غادي تشوفوا دابا باش بلا ما نزيد نطول عليكم. دونك هذه يعني راه كاينه قلت لكم شي حاجات الاولين، تلقاو شي حاجات بسيط كاينين، وشي حاجات راه ما كاينينش عديتو تعمقوا فيهم. دونك هنا باش نمشيو بالترتيب، يعني باش نمشيو سؤال بسؤال. كيلو لو تيتغ دو سيت اوفر، يعني واخا عارفينو سميتو اوشو. هنا ندوزو دابا السؤال الثاني، اكيل جونغ ليتيرير، شنو هو النوع الادبي ابارتيان سيت اوفر، هاد لوفر هادي الروايه اللي سميتها اوشون، شنو هو النوع الادبي ديالها. وانا ديجا درت لكم فيديو قبل ما ندخل اوشون، يعني قبل ما ندخل اوشون درت لكم لي جونغ ليتيرير، يعني شفنا الانواع الادبيه اللي كاينين وشفنا بزاف د الحاجات. دونك تقدروا ترجعوا داك لي داك لا فيديو. دونك هنايا النوع الادبي، دونك سي اون نوفيل رياليست، هي روايه رياليست حقيقيه. بالنسبه اللي كانوا متبعين معايا في التاسعه راه فاهمين شنو هي رياليست، روايه حقيقيه. دونك هنا سي كوا اون نوفيل، اللي كانت هي هاد اوشون نوفيل، شنو هي بعدا نوفيل بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو هي لا نوفيل. دونك هو ان جونغ، يعني هي واحد النوع كي غوسومبل او رومون، يعني كتشبه الرومون الروايه ما الى كور، ولكن هي قصيره، يعني الروايه فيها بزاف الاحداث. نوفيل تلخيص يعني الاختصار ديالها، فيها حدث واحد شويه شخصيات. كو فو دير لو تيرم نوفيل رياليست، هذاك لو جونغ ليتيرير النوع الادبي نوفيل رياليست، شنو كتعني هاد نوفيل رياليست؟ يعني هي سي ان ريسي، هي واحد لو ريسي نيستوار، قصه كي غوفليت لا رياليتي، اللي كتعكس لنا الحقيقه، يعني كتروي لنا الاحداث حقيقيه. هادشي علاش نوفيل رياليست، كنحكي واحد الحاجه لوتور كيعاود لنا واحد الحاجه حقيقيه. كيلو لو تيب دو تيكست، دونك درت لكم فيديو اخر، يعني حيت نتوما طالع تقراو في يعني في السانكيام اول دروس تقراو، هو لو تيب دو تيكست، ويقريكم لي تيب دو تيكست كاملين، ناراتيف ديسكريبتيف ارغومونطاتيف، دونك كاينين بزاف عاد باش تدخلوا تكونوا فاهمين شنو هو لو تيب دو تيكست. باش ملي عاد تجيو تشوفوا هاد لا نوفيل هادي غتلقاوها ناراتيف ديسكريبتيف، غتكونوا ديجا نتوما فاهمين شنو هي ناراتيف شنو هي ديسكريبتيف. كي اون لي لوتور غي لو مون باسون، دونك هادي باينه. بار كوا اي كاركتيريزي لو ريسي دو نوفيل، يعني باش كيتميز ليا هاد لو ريسي دو نوفيل اون سو كي كونسيرن سا لونغور، يعني باش كيتميز ليا فيما يخص الطول ديال هاد لو ريسي دو لا نوفيل، يعني لا لونغور، لا لونغور يعني الطول ديالو. باركوا هي كاركتيريزي، يعني باش كيتميز ليا هاد لو غيسي فيما يخص الطول ديالو، باش كيتميز انه غيسي كوغ قصير، لا نوفيل قصيره فيها ثلاثة الورقات ربعة صافي، ماشي بحال غومو. او سو سيتو ليكستخي، سو سيتو يعني اين يقع، فين جا هاد ليكستخي، ليكستخي هو هاد المقتطف هذا، يعني شنو هو اللي كنقراو دابا لا سيتياسيون انيسيال، فين جات هاد ليكستخي اللول اللي حنا دابا كنقراو، فين جا في لو ديبي او ديبي. Comment appelle-t-on le passage situé au début d'une œuvre? بما ان هذا الباساج هذا قلنا هذا ليكستري هذا هو الباساج هو باراغراف جات في لو ديبي. Comment appelle-t-on le passage جات في لو ديبي؟ اذا شنو سميت هذاك الباساج اللي كيجي في البدايه ديال الرومو؟ هو سميتو لو ديبي ولكن عنده واحد السميه سميتو لانسيبيت، هذيك البدايه
سميتها لانسيبيت، هي اللي قراتو في الثامنه في التياتر، سميتها لا سين ديكسبوزيسيون في لا نوفيل، سميتها راسياسيون انيسيال على حسب الشيما ناراتيف. اذا هذه البدايه، هذه الفقره اللي كنقراوها دابا اللي قريتها في لا فيديو اللي قبل، البدايه هذا لو ديبي هذا كوريسبون ا كيل ايتاب دو شيما ناراتيف، يعني فين جا في الشيما ناراتيف. الشيما ناراتيف ديجا ردت لكم الدرس ديال الشيما ناراتيف، فيها 5 ايتاب، فيها 5 ديال المراحل. هاد الباراغراف اللي كنقرا هاد الباساج انا مرحله من الشيما ناراتيف هو الاول. اذا شنو سميتو؟ سميتو لا سيتياسيون انيسيال. هنا اول حاجه كنبداو بها الشيما ناراتيف هي لا سيتياسيون انيسيال، وانا قريت لكم البدايه. اذا البدايه سميتها لا سيتياسيون، وضعيه البدايه. كو ريبريزونت دونك لا سيتياسيون انيسيال؟ هاد لا سيتياسيون انيسيال شنو كتقدم لينا في لو شيما ناراتيف؟ يعني شنو هو الدور ديالها؟ شنو كنلقاو فيها؟ كو ريبريزونت دونك، ايل ريبريزونت لي برينسيبو بيرسوناج، كنلقاو فيها الشخصيات الرئيسيه، كنلقاو لو ليو اي لو ليو لو طون لو ديكور، يعني كنلقاو المكان لو طون زمان لو ديكور، يعني لي زانديكاتور سباسيو تومبوريل، يعني لا ديسكريبسيون كنلقاو الوصف، كنلقاو المهم اي حاجه عندها علاقه بالبدايه، كتعرف المكان الزمان. دونك هادشي اللي كتقدم ليا لا سيتياسيون انيسيال. Dans quel état se trouve la situation initiale de l'histoire? La situation initiale, je ne sais pas l'état qu'on fait. Dis-moi qu'est-ce que tu me dis, non? Un état d'équilibre. Qu'est-ce que tu me dis, non? Stéqrar, tawazun. Yani, dès que je suis équilibre. مستقر، يعني باقي يلا كتقدم لنا البدايه البيرسوناج، باقي يعني كاين الاستقرار في باش كتميز ليا لا سيتياسيون انيسيال بالاستقرار، ما كاين حتى شي مشكل. داك الساعه كي بارل، شكون اللي كيهضر؟ لو ناراتور، وهو اكستيريور. من عتقراو لا فوكاليزاسيون، ندير لكم واحد الدرس ديال لا فوكاليزاسيون عتعرفوا شنو هي اكستيريور، يعني من برا. كي سون لي بيرسوناج دو ليكستري؟ هاد ليكستري مقتطف هذا، شكون هما لي بيرسوناج لي فيه؟ عندنا دو فامي، لي تيفاش اي لي فالان، وكل فامي عندها لي زونفون ديالها. يعني هادشي اللي قريت انا اللي قريت لكم البدايه، عندنا جوج ديال العائلات و ابيت سي دو فامي، فين ساكنين هاد جوج العائلات؟ و ابيت سي دو فامي، دونك هاد العائلات هادو فين ساكنين؟ ا لا كومباني دون دي شوميير، ساكنين في الباديه في واحد لي شوميير. يعني شوميير هما داك الديور اللي كيكونوا بالقصب، يعني في واحد بيي دو كولين، يعني تحت واحد الهضبه، يعني تما ساكنين شوميير. درت لكم ديجا لا فوتو ديالها. كيلي لو طون؟ شنو هو لو طون اللي كاين عندنا هنايا في هاد القصه هادي؟ ماشي الزمان ديال الافعال، ولكن لو طون يعني بصفه عامه. ني با بريسيزي، ما محددينش لينا واش الصيف واش الشتاء واش هادي في الاول، ولكن نقدروا يعني بصفه عامه نقدروا نقولوا القرن 19 لو سياكل، يعني 19 سياكل. علاش؟ حيت هاد القصه هادي رياليست حقيقيه. اذا هاد الكورون هاد التيار الادبي كان في القرن 19، يعني نقول بما انها قصه حقيقيه وهاد يعني نوفيل رياليست، فوقاش كان لو رياليزم؟ كان في القرن 19. اذا اللي قالك شنو هو الطون ديال القصه ما عندكش محدد، تقدر تعطي بصفه عامه، يعني بما انها رياليست يعني الزمن هو لو رياليزم، كان في لو 19 سياكل القرن 19، يعني القصه تكتبات في القرن 19 بما ان يعني هي نوفيل رياليست والرياليزم كان في القرن 19، اذا القصه قرن 19. Que fait l'auteur dans ce passage? L'auteur, je ne sais pas faire le passage à l'abdia, il y a une situation initiale, il y a une situation l'incipit, il y a une bidaya, je ne sais pas dire, je ne sais pas dire la description. On s'appelle la chaumière, on s'appelle les paysans, les gens qui sont donc on peut dire la description. Que décrit l'auteur dans ce passage? Je ne sais pas, je ne sais pas. لي بيرسوناج، وصف لي بيرسوناج، لي فامي تيفاش اي فالان وصفهم، لو ليو يعني وصف لينا حتى المكان اللي هما ساكنين فيه، دو شوميير او بيي دون كولين، يعني وصف لينا البيرسوناج وصف لينا حتى المكان فين ساكنين هاد لي بيرسوناج. يعني في الاول كان يلاه كيدير التقديم، باش التقديم بلا ديسكريبسيون بالوصف، باش كنزيدو نعرفو معلومات عليهم كثر. اسكو لوتر، اسكو لوتور ديكري سيبارامون شاك فامي؟ واش لوتور وصف لينا كل عائله يعني سيباري مفرقه كل وحدين بوحدهم؟ نو، il décrit les deux familles en même temps، وصفهم لينا بجوج في دقه واحده، ماشي كل وحدين بوحدهم. quel effet produit chez le lecteur la précision des lieux dans cet incipit؟
يعني شنو هو التاثير اللي يحسوا به شي لو ليكتور اللي غادي يبان عند اللي يقراو هذه القصه هذه. لا بريسيزيون دي ليو دون سيت انسيبيت، يعني حدد لنا المكان وبقى كيوصف بدقه فين هما ساكنين، يعني شنو هو التاثير اللي غيكون عند هاد القراء هادو اللي كيقراو. دونك شنو هو التاثير هاد الدقه، هاد لا بريسيزيون، يعني الدقه في الوصف شنو كتعكس لينا، شنو كتعكس ولا شنو كنفهموا منها، يعني شنو هو ليفي، يعني شنو التاثير ديالها. دونك هنا كتبين لينا ليفي يعني ديالها جي الحقيقه، حقيقه كتعكس لينا الحقيقه، يعني كوي هاد لا بريسيزيون الدقه هذه يعني شنو عندها ليفي دو ريال، يعني كتعطينا الحقيقه، يعني مش داكشي ماشي خيالي. كيوصف لنا لي شوميير، كيوصف الفقر لا ميزير اللي عايشين فيها. دونك هنا يعني كيوصف لينا كتشي كيعطينا ان هادشي حقيقي. كومون لي دو فامي فيف تيل، هاد لي دو فامي كيفاش عايشين. دونك ايل فيف بينيبلومون، يعني عايشين بديفيكولتي، عايشين بواحد الصعوبه، يعني عايشين واحد لافي ميزيغابل، يعني لا ميزير القهره والفقر. دونك ايل فيف بينيبلومون، يعني عايشين بصعوبه. كومون تي لا تير او ايل ترافاي، هاد لا تير كومون هي لا تير او ايل ترافاي، كي دايره هاد الارض اللي هما خدامين فيها. انفيكوند، انفيكوند يعني ستيريل، عاقمه ما كتعطيهم حتى شي حاجه، ما فيها والو، انو دون بريسكون غيا، يعني قاحله داك الارض. لي بيزون يعني هاد الفلاحين بجوج، يعني لي شوميير ولا بلوتو زعما الفالان ولي تيفاش، هاد جوج هادو لي بيزون الفلاحين. كونفوند سوفون لو انفون، كيخلطوا ديما ولادهم. كيسكو سو لا مونتر، كيخلطوا في ولادهم. هذاك الفقره الاولى السيرسونيسي اللي قريت لكم كتقول انهم ديما كيغلطوا في ولادهم وكيبقاو يعيطوا بثلاثه تسميات عاد كيجيو سميت ولدهم. دونك كيسكو سو لا مونتر، شنو اللي كيبين ليا انهم ما مهتمين زعما مخلطين في ولادهم. باسكيل نو دون با بوكو دامبورطونس ا لوغ انفون، ا لوغ انفون، يعني ما كيعطيهمش واحد الاهتمام كبير. اي ريست اوكيبي توت لا جورني اون لي ليسون جوي اونصومبل ديفون لي شوميير، وكيخليهم غير يلعبوا في الدار، يعني هما مخلطين بيناتهم ما مسوقينش ليهم. كومبيان ياتيل دونفون دون شاك فامي، كل عائله شحال عندها من طفل. 4 انفون دون شاك فامي، كل عائله لي تشوفاش عندهم 4 و لي فالا عندهم 4 انفون سي. pourquoi le narrateur s'attarde sur la description des repas، علاش يعني تعطل في هاد لا ديسكريبسيون دو روبا ديال الوجبه، وصفها لينا يعني بالدقه وقال لنا شنو كياكلوا وها هادي وهادي وهادي، وصف التفصيل كلشي. دونك علاش هنا بور نو مونطري لور بوفروتي، يعني باش يبين لينا لا بوفروتي الفقر ديالهم، يعني كثرت يعني داك الماكله كتبين راه العائله واش يعني عندها غنيه ولا فقيره. اكيل مومون دو لا جورني لي روبا سون سيرفي، يعني شنو هو الوقت في لا جورني في النهار اللي كياكلوا، يعني الوجبات فوقاش كياكلوهم، شنو هو لو طون اللي كياكلوا فيه الوجبات. دونك ا 7 اور دو ماتان، كيبداو مع 7 اور دو ماتان او ا ميدي اي ا 6 اور دو سوار، يعني عندهم ثلاثه الوجبات مقسومين في النهار. دو كوا سي روبا سونتيل كونستيتوي، الوجبات هادو مناش متكونين، يعني شنو كياكلوا هما هاد الوجبات ديالهم مناش متكونين. تكونين يعني هنا عندنا دو بان مولي، عندنا الخبز فازك دون اون سوب دو بوم دو تير، يعني في حساء ديال بطاطا هكا، بطاطا مسلوقه وكي سوب دو بوم دو تير. ان دو ميشو اي 3 زوانيو، وانيو هي البصله. دونك هنايا بحال داك الكراتان اللي حنا كنديرو، ولكن هي بطاطا طايبه بزاف ومفزقه في الخبز. المهم الوجبه ديالو كومون، يعني بحال البوغ، يعني comment sont traités les enfants dans la façon de les faire manger ce repas. كيفاش كيعاملوهم ملي كيبداو يحطوا ليهم هاد لو روبا هادي، ملي كيبغيو ياكلو هما كيكونوا جالسين في داك الفقره اللي قريت لكم، انهم كيكونوا جالسين وكيبقاو يعطيوهم هادي بحال البط وبحال هادي، يعني بواحد الطريقه يعني باحتقار، ماشي شي طريقه زوينه، يعني كيفاش هما كيعطيوهم الماكله. اذن ils sont traités comme des bêtes، يعني كيعاملوهم بحال دي بيت، يعني حيوانات. دي بيت كيرميو لهم داك الماكله بحال شي حيوانات. دو فيان لي كومبوزون دو سي روبا، هاد المكونات ديال الغوبا منين جابوهم، منين كيجيبوهم هاد العائله هادي. دو لا تير، كيجيبوهم من الارض اللي هما خدامين فيها. دو لا تير كو ترافاي لي دو بيزون، يعني الارض اللي هما خدامين فيها هاد المنتوجات اللي كيجيبوهم اي من الارض. quel est le jour où on servait un plat distingué.
لو ديمونج، يعني عندهم واحد النهار اللي ياكلوا فيه واحد الطبق مميز بالنسبه ليهم هما، نهار اما سيمانه كامله كياكلوا نفس الحاجه، ولكن نهار واحد هو لو ديمونج الحد. كاين لو كومبوزون برينسيبال دو سو بلان، هذيك الحاجه اللي كتكون زوينه وديستانغي نهار الحد، شنو هي؟ شنو هو المكون اللي فيها؟ ان بو دو فيوند، هو كياكلوا داكشي مبدل واحد شويه اللحم. كيلي لو طون فيربال دومينو، يعني شنو هو لو طون؟ دابا ماشي الزمن ديال القصه ولكن الزمن ديال الافعال، فيربال فيربال لو طون فيربال دومينو، يعني الافعال فاش مصرفين. لي دومينو في هاد في هادي عندنا لامبارفي، لي دومينو يعني المهيمن اللي مسيطر كثر في لا سيتواسيون انيسيال في لانسيبيت البدايه هو لامبارفي. علاش درنا لامبارفي؟ علاش لوتور استعمل لامبارفي؟ حيث كان عندنا لا ديسكريبسيون، حيث الفقره الاولى لا سيتواسيون انيسيال، هاد البدايه هادي لانسيبيت كان فيها غير لا ديسكريبسيون، صف لي شوميير وصف لي فامي هادو لي بيزون، وصف كيفاش كياكلوا، كيفاش كيحطوا لهم الماكله، كيفاش يعني كان اغلبيه يعني كيحكي لنا، كان لا ناراسيون ولكن قليله، اغلبيه كان بدا لنا هاد القصه هادي باش بلا ديسكريبسيون. اذا داكشي علاش عندنا لو طون فيربال لامبارفي، لامبارفي ولا كنستعملو ملي كنبغي نوصف. دونك دابا انا درت لكم، قريت لكم لا سيتواسيون انيسيال، شرحتها وعطيتكم التحليل ديالها، يعني اسئله كيستيون اي ريبونس، يعني اسئله واجوبه، ومن خلال هذه الاسئله واجوبه كتزيد كتفهم القصه اكثر، يعني كتولي عارف سطر بسطر على اش كيهضر. دابا من بعد غادي نعطيكم، دابا نقرا ليليمون بيرتورباتور، فين يبدا المشكل، يعني المرحله الفيديو الجاي غادي ندير لكم ان شاء الله، غادي نخدم معكم الفقره الثانيه اللي هي ايليمون بيرتورباتور ايفينمون ان اتوندو، المشكل لو بروبليم. غادي نقرا لكم بروبليم فين غادي تدهور الاحداث وغادي تخربق الاحداث، وغادي نشوفو هكا، وغادي نبقى نخدم معاكم الكماله، يعني نخدمو الكماله، يعني المرحله الثالثه اللي هي لي بيغيبيتي الاحداث، يعني غادي نقرا لكم لي موبيرتورباتور فيديو الجاي، التحليل ديالو اسئله واجوبه، تزيدوا تفهموا القصه اكثر، شنو هو المشكل اللي طراش، كيفاش الاحداث تخربقات، ديروا لي بيغيبيتي يعني لي زيفينمون، وتنساليو لا سيتواسيون انيسيال، لا سوليسيون لا سيتواسيون انيسيال. يعني غادي نقرا لكم القصه كامله بالتحليل باسئله وبالاجوبه، يعني اي سؤال يحطوا لكم الاستاذ تكونوا عارفين. من بعد ندوز لكم القواعد اللي كاينه في اوشون كاملين، يعني القواعد اللي نقراوهم ونخرجوهم من كل فقره، وعاد نخدم معكم لي برودكسيون، يعني حنا غادي شويه بشويه ان شاء الله حتى نكملوها، باش تجي القرايه تلقاو بعدا ضاربين فيها النص.